بهذا اللقاء بدنا نحكي عن في chapter 7 which is about implementing strategies which is the second stage after formulating the strategy. So we are going to talk about the differences between formulating the strategy and implementing the strategy. يمكن لما بنحكي بالعربي مين أهم مش معناته هذا مهم والتاني مش مهم. يمكن كمان لازم ننتبه للكلمات ونقول مين أخطر، مين حساسي، مين فيه تحديات أكبر. يعني أي خطوة من هذول الخطوات إلها تحدي أكبر، مين بدها جهد أكبر. عشان هيك بتيجي الأهمية. فعشان هيك إذا بتطلعوا implementing the strategies you need management, you need operations and you need human resources. يعني لما نيجي نطبق الاستراتيجية الموضوع it's not like إنه والله حطينا the perfect, we formulated the perfect strategy. It's not that. It's also management, الإدارة والتشغيل والأوبريشنز اللي هن ناس اللي بدها تشمر وتطبق والبشر والهيومن كابيتال هيومن ريسورسز. هذه قضايا ضرورية جدا في ال is very important issues in implementing the formulated strategy. So in order to implement the strategy في issues you need to take care of it, like management, operation and human capital. فبدي نطلع هون نشوف هذا صاحب الكتاب ديفيد اند ديفيد وحاطت أفكار وحاطت آراء، بس بدي نطلع نشوف شو هيك. أنا قرأتهم وحطيت هيك عملت some highlights، وبدي كمان أنتوا هيك تكونوا شايفين الصورة زي ما هو بحكي، وزي ما حكيت كل واحد ممكن يشكل رأيه. فزي ما هو حاكي هون الـ implementation 180 أنا كبر بس الشاشة شوي عشان تكون واضحة. So the strategic management process does not end with deciding what strategy or strategies to pursue يعني نتبع أو نلتزم فيها أو نتبع. Strategic management as a process لا ينتهي بمرحلة الformulation. There must be a translation of strategic thought into action. الأفكار اللي حطيناها you need to put those thoughts and ideas formulated strategy into action. نروح على التطبيق. يعني الformulation يا شادي حكي. وهذا اللي كنت أحكيه إنه أنا بدي أحكي رأيي في المحاضرة. أنا برأيي إنه أهم مرحلة فيهم الimplementation، يعني لأن هي المرحلة اللي بتتأثر على كل تأثر على المرحلة اللي قبلها والمرحلة اللي بعدها. يعني أنا في الimplementation شاد ممكن تلاقي كلمة غير أهم، يعني أكثر واحدة ممكن أخطر واحدة فيهم أكثر تأثير فيها خطورة أكثر فيها أكثر خطورة، لأنه يعني هي بتكون ريسك لأنه هي حتأثر على المرحلة اللي قبلها والمرحلة اللي بعدها. يعني أوكي. أنا في implementation حاجة أوه. أشوف إنه ممكن إذا عملت implementation ويعني ما طلعت النتائج اللي بدي إياها أنا بكون عندي خطأ في formulation. على مجال السهولة والصعوبة بالضبط. ال implementation أسهل صح؟ implementation مش أسهل، أصعب. أوكي، على مستوى الخطورة الimplementation أخطر. يعني مثلا ما أنت حكيت دكتور، يعني في الformulation أنا بس يعني في البداية أنا بس بخطط وبحط حكي، يعني هي مش هالصعوبة. يعني بدي أنت على implementation أنا هناك بدي أعمل وأشتغل واللي خططته بدي أنفذه. So هلا إذا كيف ننتقل من مرحلة الformulation of the strategy لمرحلة الimplementation، برضو هذا الترانزيشن أو الانتقال لمرحلة التطبيق
It's not an easy job. يعني إحنا كنا قاعدين. شادي شو رأيك شو بدنا نعمل؟ حسام شو رأيك؟ والله بدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك. وحكي كيف لما نروح على مرحلة التطبيق؟ تفضل يا أبو الشباب على الميدان يا حميدان. تفضل شمر لي عن رعاتك ويلا طبق اللي حكيناه. هون هذا الترانزيشن، هاي عملية الترانزيشن ستيج، هاي المرحلة اللي هي الخطورة. وهذا هو العنوان أو الايديا، the main idea of this chapter. Okay. So إذا بتطلع هون implementing strategy affects organization from top to bottom, including all functional and divisional area. زي ما حكينا it's a holistic process. Holistic process. مش بس futuristic, holistic, everybody. على مستوى الfunctional level والdivisional level. كل المستويات الإدارية. في هذا الشابتر بده يركز على الإدارة، على الأوبريشن، على الهيومن كابيتال، الهيومن ريسورسز. وهدول اللي هنا most critical for successful strategy implementation. هدول اللي هن critical for successful implementation of the strategy. لما نيجي نقول بدنا نطبق بدك management، بدك business operations. بدون هيك ولا يمكن الحكي اللي حكيناه، الخطة اللي حطيناها تتطبق. بدنا العضلات. Okay. Chapter that's this is chapter 7. Chapter 8. So these management, operation, and human capital are essential, critically essential for the successful strategy implementation. Also, Iman, we will talk about in chapter 8, we will talk about financing, accounting, ولا مش ضروري للنجاح. Research and development is also important. The MIS, دخل IT. وهون بنفتح بعد chapter 8 البوابة للعنوان للشابتر أو للكتاب اللي كتير الكبير اللي هو Information Technology and Strategic Management. وين دور الـ IT بالموضوع؟ أوكي؟ في هون بالـ opening case اللي هي البيتزا تبع بابا جونز. يمكن هذا بابا جونز مش موجود في عنا في بلادنا، بس إذا بتطلع وبتقرأ هون إيه؟ بأمريكا هو أكتر إشي. أوكي. ومشهورين كتير وفي الدليفري ويعني فوكس. فالنجاح تبعهم they attribute to excellent management policies, incentives and compensation. أنا يعني إذا بتقرأوا كل هاي الكيس بتركز يمكن على هدول التنتين. Management policy, incentives. شو يعني incentives بالعربي؟ محفزات. المحفزات المالية للموظفين. للhuman resources. والcompensation. إذا بتتذكروا كنا حكينا لكم عنهم في الأودي. اللي هن inducement. شو بتخلي الموظفين يشتغلوا؟ يبذلوا جهد، يجوا على الدوام، يكون عندهم جدية وquality. الانديوسمنت، والانديوسمنت ممكن تكون فاينانشال ونون فاينانشال. بده مصاري وبده اعتراف بالذات وبده احترام وبده تقدير. اوكي، كل هذه انديوسمنت. فاذا نجاح بابا جونز كان في المانجمنت بوليسي والانسنتيفز للموظفين، يعني الاداره، الفكر، الاستراتيجي، البلان والتطبيق اللي طبق مين؟ الموظفين. حلوة هيك اقرأوها، وفيها أرقام خيالية عظيمة. طبعاً تعرفوا الموديل اللي احنا شغالين عليه. احنا هلأ في هاي المرحلة الامبليمنتيشن. هذا المانجمنت موديل. ففي هون كمان بس بدي تطلعوا. في كل المؤسسات in all organizations
The transition from strategy formulation to strategy implementation requires a shift in responsibility from strategist to individual and functional management. هون المسؤولية المين responsibility في الformulation بتكون عند مين؟ بهاي المرحلة الفورمولا مرحلة الformulation المين responsibility مسؤولية الإدارة top management strategic management بس لازم يشاركوا everybody should participate. هلا في مرحلة ال strategy implementation المين responsibility توقع على human capital على الموظفين على ال functional على divisional مش على top management operation على operation على divisional على ال middle management وال operational level بسموهم بالكتاب divisional وهذا منطق مسؤولية التخطيط في الإدارة العليا بس مش معناته منفصلين عن بقية يعني بقية يعني الميل والفانكشنال مانجمنت they do not participate لا يشاركون everybody is الكل بيشارك ولكن مسؤولية responsibility عند الإدارة العليا بالimplementation العكس المسؤولية التطبيق عند الإدارة الديفيجنال والأوبريشنال تفضلوا طبقوا وهون الإشي اللي اسمه interplay كيف التفاعل بين هدول التو مانجمنت ليفلز لما أنا بدي أجي أخطط بدي هدول الناس مانجمنت ليفل الأوبريشنال ليفل والديفيجنال ليفل I need them to participate لأن I need بدي معلومات منهم you need information منهم كنين جزء من هن يشاركوا في التخطيط عشان يكون لهم إنسنتف هم محفز لهم للتنفيذ لما احنا لما انا باجي بحط خطة وما بشارك الموظفين فيها بعدين باجي بقول لهم تفضلوا هاي الخطة نفذوها يعني بنزلهم عليهم الخطة بالبرشوت تفضلوا نفذوا زي لما يكونوا هم بيشاركوا في they are involved in the planning أكيد لما يجي يخططوا when they are involved when they come to the implementation this is our plan هذه خطتنا إحنا شاركنا فيها ولهيك هي HR دكتور يعني من وظائف HR إن هي بتساعد في صياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الاستراتيجية بلان يعني هي من بس HR بس when you say HR قول actual يعني operational level يعني لما تقول مسؤول المبيعات في منطقة نابلس لازم يكون يساهم ويشارك في الاستراتيجي مسؤول المبيعات في الشرق الأوسط فاهم؟ إذن عملية الترانزيشن هاي الانتقال من التخطيط للتطبيق يعني it's not an easy job وهي الخطورة ولكن رح تكون it's easy إذا كان في they are involved وهن يعني they participated بس نرجع على الكلمة who is responsible for formulating the strategy top management who is responsible for implementing it division اللي هم ال operation والdivision هلا بحكي على إنه في مشاكل بيarise from this shift in responsibility, especially in the strategy formulation decision. Come in surprise to middle management lower اللي هو إذا فعلاً إجت الخطة إلهم مفاجأة ما هوش خبر فيها هون بتصير المشاكل. زي ما هو مكتوب managers and employees are motivated more by perceived self-interest and than by organizational interest. وهي جملة كتير ضرورية إن الناس يكونوا much more motivated إذا كانت مصالحهم منفذة أو مصالحهم لا تتعارض مع مصالح المؤسسة. والعكس صحيح إذا مصالح المؤسسة ومصالح الموظفين تتوافق. أوكي؟
they coincide. Okay, ف من هذا الشابتر تقدر تطلع مثلا كمان على هذا الخطة أو هدول الكلمات اللي كتار حلوين كتير اللي هو ال contrast between strategy formulation and strategy implementation. وكلمات كتير 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 حلوة. Strategy formulation هي position forces before the action, managing forces during the action. Focus is on effectiveness. هون focus على ال efficiency. Efficiency هو الإشي التشغيلي. Effectiveness اللي هي كما تأخذ قرارات. الإشي الثاني أو الإشي الثالث كتير حلو. Primarily an intellectual process. شغلة intellectual. فكرية فكر ذهن. هون operational. إشي على أرض الواقع عملي. عضلات. بدك هون good intuitive analytical skills. هون بدك to motivate them. بدك leadership. بدك قيادة. بدك محفزات. في الـ formulation. Sorry. هون الـ coordination among few individuals. ولكن هون الكوردينيشن among many individuals. كتار الناس يشتغلوا في ال... ف... it's difficult to coordinate between 100 شخص rather if you coordinate between 10 أشخاص. A science with the tools and techniques, هذا art to energize people. اقرأوا هاي. Difficult to do well. هون considerably more difficult to do well. The process oriented had people oriented. وهي هون زي ما حكينا responsibility هون top management هدول responsibility على lower وال divisional level management. كلمات كتير كتير حلوة. هلا قبل ما نوقف الفيديو شو المواضيع اللي راح تنطرح في هذا الشابتر؟ إذا أنتوا شايفين راح نحكي على أو بيحكي أو بدكم تقرأوا على الانيوال أوبجكتيفز، قديش الانيوال أوبجكتيفز هي ضرورية عشان نحقق اللونج تيرم أوبجكتيفز. يعني إحنا نروح على أرض الواقع في لونج تيرم أوبجكتيفز لازم نحققها. هاي عشان تتحقق بدك الانيوال أوبجكتيفز اللي سميناها مايلستونز. في هاي الرسمة كتير كتير ضرورية. هون هاي أنا مخطط لكم كتير شغلات حلوة. الهدف من الانيوال اوبجكتيفز طبعا زي ما انتم شايفين هاي اللونج تيرم اوبجكتيفز وكل إذا بتطلع هون ديفيجن 1 ديفيجن 2 ديفيجن 3 كل قسم من الأقسام عندهم انيوال اوبجكتيفز لا تتعارض مع اللونج تيرم اوبجكتيفز. So what is the long-term objectives? Double company revenues in 2 years. هذه long-term objectives كيف أنا بدي أحققها؟ بدنا نروح على الأقسام. كلهم بده يطلع على long-term objective هاي ويقول أنا بقدر أعمل 1 2 3 عشان أحقق هاي. وكل واحد بيقول he will work on his own annual objectives. إذا بنحكي على سنتين معناته أنا بدي أحط خطة سنة أولى خطة لسنة ثانية. اوكي فهذا بيحكي على بيحكي على الريفينيوز هذا بيحكي ايش كمان اوكي كل قسم بيقول بحط رايه طبعا وكل قسم من الاقسام على الاوبريشنال ليفل شو بيكزاكتلي شو بده يعمل لو في الرسمه الخارطه او الاشي كبيره ملاحظين الخارطه long term objectives بعدين من كل ما ننزل لتحت للoperational levels كل واحد بالضبط شو لازم يعمل فبتمنى عليكم هيك تتطلعوا عليها وهي حلوة كتير كتير فزي ما انتو شايفين الهيراركي او الهرمية كيف كل واحد مسؤول عشان وطبعا في تناسق consistency عشان نحقق goals والobjectives long term goals and objectives
هي حاطين هون زي بسنتين او ثلاث سنين كيف الريفينيوز بدها تتأول بين كل الاقسام، القسم الاول والثاني والثالث. اوكي بدي اوكي. طبعا البوليسيز سياسات اللي هم السياسات تاعت المؤسسه، سياسات هون اللي هي كيف بنشتغل، rules, procedures، ملاحظين guidelines. okay كل شيء هدول لازم يكون واضحين. يعني it's not only حطينا long term objectives، بس بدنا policies والإجراءات العمل تكون واضحة. okay كمان resources، الموارد. هون لما when you say allocating resources راح يصير في عندنا المشاكل او بيصير عندي conflict في when you allocate resources، كيف بدك توزع الموارد تبعتك. بدي اوقف الفيديو ونكمل بعدين.